السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد بإذن الله. معانا النهاردة تطبيق جميل جدا جدا جدا، من خلال تليفونك الايفون هتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا ما بين الهاتف، ما بين التليفون، وما بين الكمبيوتر سواء لابتوب او بي سي. التطبيق ده عبارة عن ان انت من خلاله، احنا طبعا عارفين بعد ما ابل اضافت ميزة تسجيل شاشة الايفون، ان تقدر تسجل شاشة الايفون عشان تنقل الفيديو ده لو انت عايز تنقله من خلال التليفون على الكمبيوتر بتاعك وتعدل عليه كمان. ممكن بتواجه بعض الصعوبات وبتحتاج مثلا برنامج اي تولز، او يعني معنى كلامي ان انت بتاخد وقت، يعني بتستغرق وقت عشان تنقل الفيديو ده. التطبيق بتاعنا النهاردة تطبيق كومباتبل جدا 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 مع الايفون ومع اي كمبيوتر، سواء ماك يعمل بنظام الماك او بيعمل بنظام الويندوز. تعالوا مع بعض نشوف التطبيق ده ايه هو، وايه هي طبيعة عمله، وازاي نقدر نستخدمه، وازاي نقدر نستفاد منه. يلا بينا. احنا عارفين طبيعة تلقائي ان الايفون عامة من اول اصدار iOS 11 بقى متاح ان انت تقدر تسجل فيديو تلقائي من خلال الخاصية اللي انضافت، او الميزة الجديدة اللي انضافت، اللي هي سكرين ريكوردينج، اللي هي تسجيل الشاشة. طيب الميزة او التطبيق اللي عندنا اللي بيدينا ميزة اضافية كمان فوق الميزة الجديدة اللي في الاصدار iOS 11، ان من خلال البرنامج ده او التطبيق ده بتعمل مشاركة للفيديو بتاعك مباشرة على الكمبيوتر، سواء الكمبيوتر اللي عندك بيشتغل بنظام الماك او الويندوز. طب تعالوا سريعا نشوف ايه هي طبيعة عمل البرنامج ده واسمه ايه. مبدئيا نفتح اب ستور، ندخل في سيرش، نبحث على اسمه تيك سميث كابتشر، اول واحد ظهر لنا اهو. تمام عندي التطبيق اهو، انا كنت منزله قبل كده، هضغط عليه وانزله. تمام التطبيق بصراحة جميل جدا جدا جدا، طبعا بيشتغل متوافق مع iOS 11.2، طبعا اقل ايفون بيشتغل عليه ايفون 5S، فلازم يكون الاصدار اللي عندك iOS 11.2. تمام استنى التطبيق لما ينزل. التطبيق بصراحة عجبني جدا 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 واستفدت منه كتير، فاعتقد هو متاح لفترة محدودة مجاني، متاح مجاني لفترة محدودة على المتجر. فحاول ان لم تكن هتستخدمه نزله، بحيث يكون متسجل عندك في البراش، عندك في الحساب بتاعك. تمام طيب التطبيق نزل، تعالوا نفتحه. هنفتح تطبيق عادي. تمام هو بيقول لي عايز افعل الاشعارات، هقول له الاو. طيب هو المفروض تلقائي يجيب لي ان انا اعمل ساين ان. طيب قبل ايه، لان انا كنت عامل ساين ان ومسجل، فتقريبا هو مخزن الايميل والباسورد بتاعي. انت هتعمل تسجيل دخول عادي لوجن، ما كنتش عامل، هتعمل ساين اب وتعمل كرييت اكاونت من خلال ايميلك عادي، وتنشئ حساب وتنشئ باسورد جديد وتقول له ساين اب، وهيشتغل معاك عادي. بعد كده هيظهر لك الواجهه دي، تقول له اي هاف كومبليتد سيت اب. تمام هو هنا بيشرح لي ازاي اقدر استخدم البرنامج واضيفه في الاعدادات بتاعه مركز التحكم اللي هي هنا. تمام طيب انا هقفل ده كله. تعالوا سريعا نشوف طريقه عمله ازاي. احنا عارفين ان انا ممكن اقدر لو مش مضافه عندي اللي هي خاصيه تسجيل الشاشه دي، اقدر اضيفها في مركز التحكم من خلال مركز التحكم. تمام كاستمايز كنترول، اعدادات مركز التحكم، كاستمايز كنترول اللي هي تخصيص مركز التحكم. تمام فين هي؟ سكرين ريكوردينج دي، عفوا. تمام دي سكرين ريكوردينج، هتضيفها لو ما لقيتهاش هنا تنزل تحت وتضغط لها اد، هتلاقي انضافت عندك فوق وترجع. تمام خلصت، خلاص اطلع. هتسحب من فوق لتحت لو جهازك ايفون اكس، لو اي اصدار سواء 8 او 7 او 6 او 5 من تحت لفوق. تمام طيب تضغط ضغطه مطوله او 3 دي تاتش على الايقونه دي، هتلاقي عندك الاوتوماتيك باي ديفولت علامه الصح متعلمه على الكاميرا. هتنزل تحت هتلاقي التطبيق ظهر لك، تضغط عليه علامه الصح عليه تنقله. تمام تفعل الميكروفون، ممكن يكون مقفول كده، افعله وبعد كده تقول له ستارت برودكاست، هيعد عد تنازلي، بعد كده هيسجل. تمام هو باي ديفولت ظهر لي
علامة الحمراء او الشكل الاحمر اللي على الساعة ده معنى كده ان التسجيل شغال، تمام؟ طيب حلو، تعالوا نوقف التسجيل، نقول له ستوب. ظهر لي اشعار مباشرة بيقول لي ان اتحفظ في التطبيق، ما راحش في الفوتوز بتاعتي. هو باي ديفولت ظهر لي العلامة الحمراء او الشكل الاحمر اللي على الساعة ده معنى كده. تمام، طيب ده اللي انا استفدته من كده. اللي هستفاده بقى من كده ان اوتوماتيك انا هعمل شير مباشرة منه، هيظهر لي كذا خيار، كامتازيا، سناجت، وتكسمس ريلاي، معرفش التالت ده بتاع ايه، امور اللي هي الاعدادات، اي حاجة اضافية. طيب اللي يهمني اول اتنين، كامتازيا وسناجت، احنا عارفين اللي شغال على الويندوز بيعدل فيديوهات او بيعمل مونتاج او اي حاجة، عارفين كامتازيا مشهور، سناجت ده زيه او حاجة شبيهة بيه كده. طيب انا هضغط على كامتازيا، انا منزل مسطب عندي كامتازيا على الكمبيوتر، مجرد ما هضغط عليه بصوا بيقول لي عايز اكسس على الكاميرا، هقول له ماشي. ظهر لي قال لي عايز يعمل سكان باركود، بيقول لي ايه، اتابع الاعدادات من هنا، ممكن اقرا الاعدادات بالتفصيل واشوف هو طالب مني ايه. بيقول لي كونكت يور كمبيوتر اند موبايل ديفايس تو ذا سيم واي فاي نتورك، لازم التليفون واللاب او الكمبيوتر يكونوا على نفس شبكه الواي فاي. الحاجه الثانيه انا مختار كامتازيا، بيقول لي اوبن ذا كامتازيا اديتور اون يور كمبيوتر، يعني افتح برنامج تحرير كامتازيا اديتور اللي هو محرر كامتازيا من خلال الكمبيوتر. طيب تمام، بعد كده بقول لي ايه، جو تو فايل اند كونكت موبايل ديفايس، اتبع المسار ده. بعد كده بيقول لي يوز ذا سكانر تو سكان ذا كيو ار كود، عباره عن كيو ار كود بالظبط، هعمل له سكان اوتوماتيك، هيروح جاي مدخل الفيديو اللي انا سجلته ده دلوقتي على برنامج كامتازيا، واقدر اعدل عليه بسهولة جدا 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 من غير ما استخدم كابل وانقل الفيديو. ما اعتقدش ان انا محتاج اعمل اي حاجة اضافية، ده هيسهل عليا حاجات كتير جدا جدا جدا. اتمنى ان قدرت اساعدكم. طيب قبل كده، قبل ما نخلص، تعالوا نروح لللاب، نروح لللاب ونعمل سكان مباشرة ونشوف ايه اللي هيتم عشان يتابع كله بالتفصيل. نشوفكم من خلال اللاب. طبعا زي ما احنا شفنا من خلال التطبيق بعد ما سجلنا الفيديو، تمام، هتبع التعليمات اللي ذكرت في التطبيق وانا بعمل شير للفيديو، اللي هي التعليمات كالاتي، تابعها معاكم تاني، اللي هي دي، ان هو بيقول لي افتح اعمل اتصال على نفس شبكة الواي فاي على الموبايل وعلى اللاب نفس الشبكة يكون رابط عليها. بعد كده بقول لي افتح برنامج كامتازيا ستوديو من خلال الكمبيوتر واذهب للمسار فايل كونكت موبايل ديفايس، تمام. بعد كده بقول لي امسح الباركود، تعالوا نتابع التعليمات دي على اللاب، تمام. هفتح عندي برنامج كامتازيا ستوديو سواء انا شغال على نظام الماك او الويندوز، تمام. كامتازيا عندي اهو، تمام. قال لي روح للفايل، بعد كده من فايل كونكت موبايل ديفايس ظهر لي الباركود زي ما انتم شايفين. من خلال الباركود هاجي بالتليفون زي ما انتم شايفين وامسح الباركود، شايفين اوتوماتيك عمل داونلود من التليفون على برنامج كامتازيا ستوديو، نزل الفيديو مباشرة، اقدر من خلاله اعدل عليه مباشرة بكل سهولة وبكل يسر جدا. حاجة بصراحة جميلة جدا وعجبتني وحبيت اشاركها معاكم في الفيديو ده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.